مشاهدينا الكرام، تقرير الآن حول حفل أحيته المطربة يسرى الهواري في مسرح الجنينة بالأزهر بارك. يسرى الهواري هي عازفة أكورديون وملحنة ومغنية أيضا مصرية، ولدت في الكويت الشقيقة عام 1983، درست الموسيقى الكلاسيكية على البيانو والموسيقى النظرية أيضا. بدأت مشوارها الفني بانضمامها لفرقة الطمي المسرحية كممثلة ومغنية في عام 2006، وعملت في مشروع كورال من 2010، وقدمت أولى حفلاتها في مسرح روابط بوست البلد في مارس 2012. تعالوا نطلع على هذا التقرير ونتابع. أيوة أشهد إن ما في مرة قدرت أفك رموزك رغم إنك اكتشاف. يسرى الهواري هي حالة فريدة من نوعها، فقد أحيت عازفة الأكورديون الشهيرة حفلا بمصر احتشدت جماهير لحضوره حتى نفذت التذاكر الموجودة بالمسرح. الحقيقة أنا مهتم عموما بفرق الأندر جراوند، بحس إن هم مختلفين أكتر عن الناس العادية لأن بيغنوا عن مواضيع مختلفة. زي يسرى هواري صوتها لطيف واغانيها خفيفه، ليها اغنيه اسمها السور كانت عاملاها على السور اللي كان في محمد محمود ده، كانت لطيفه قوي. انا بسمع يسرى بقالي حوالي 7 شهور. اللي عجبني في المزيكا بتاعتها ان هي ذاتيه بشكل كبير، بتتكلم عن تجارب شخصيه من الصميم، فبالتالي الناس اللي بتجتذبهم لاغانيها بيكون هم الناس اللي تجاربهم الشخصيه بالضروره بتكون زيها بالظبط. يسرى بسم الله ما شاء الله صوتها مختلف مبشر كده، بتطلع الضحك، بتقدم مزيكا مختلفة، عندها يعني جديد، بتتكلم بصوت الشارع، فكل أغانيها بتقدم فكرة مختلفة وحاجة كويسة للناس يعني. بيهد السور اللي ما بينها وأنا طرت معاك. هي عازفة أكورديون، بدأت شغفها الموسيقي منذ 8 من عمرها بالعزف على البيانو والغناء والتلحين، حتى تعلمت العزف على آلة الأكورديون التي شعرت يسرى بقربها منها، ودرست نظريات الموسيقى والموسيقى الكلاسيكية على البيانو، ثم انضمت لفرقة الطمي المسرحية كممثلة ومغنية. أنا تعلمت موسيقى من وأنا صغيرة، تعلمت بيانو وبعدين اخترت أن أنا ألعب أكورديون مثلا من 4 سنين، وبعدين كنت أصلا مشاركة في فرقة مسرح اسمها فرقة الطمي، كنت بغني وبمثل في الفرقة دي، فدي كانت بدايتي الحقيقية على المسرح. وبعدين شاركت في مشروع اسمه مشروع كورال، هو مشروع موسيقي عبارة عن ورش عمل موسيقية، وبعدين بدأت بقى مشروعي الخاص اللي هو الأغاني بتاعتي، فأول حفلة كانت في 2012. ببتسم من كتر حبي للعالم، ببتسم من كتر خوف وعيت عليه، ببتسم من كتر حبي للعالم، ببتسم من كتر خوف وعيت عليه. كان التحول الأكبر في حياة يسرى عندما غنت السور التي حققت لها انتشارا واسعا، وحصلت على إثرها على جائزة العزف الموسيقي من المهرجان العالمي أصوات ضد الفساد. أول حاجة فرقت معايا قوي في مشواري هي أغنية السور، وهي ما كانتش متأخرة قوي يعني، كانت في أول تقريبا مشواري الفني، وأنا عملت الميوزك فيديو كمان، فهو ده اللي فرق قوي وخلى ناس كتير قوي تعرفني. أغنية السور اللي كانت وقت ابريل 2012، وده كان اول محطه ممكن اعتبرها. بعد كده الحفلات اللي بعد كده كانت كل مره بتكون احسن وعدد الناس بيبقوا اكبر، واحنا كمان اتطورنا يعني. الاول انا كنت بغني لوحدي بالاكورديون بس، بعد كده بقى في الفرقه وابتدينا نكونها خطوه بخطوه مع بعض ونوزع الاغاني سوا. وطبعا اغنيه ببتسم برضو من المحطات المهمه. شاركت يسرى في العديد من المشاريع، فقد شاركت في المشروع الفني كورال، ثم قدمت برنامج قعدة مزيكا على إحدى الإذاعات الشهيرة بمصر، واستضافت فيه فرق الأندر جراوند التي تعتبر يسرى واحدة منهم، لتسلط الضوء على هذه الفرق التي تقدم فنا مستقلا ومختلف. إنتاج منخفض يقابل الفرق الموسيقية المبتدئة التي يطلق عليها الأندر جراوند، لكن يسرى استمرت في تقديم أغنياتها وحفلاتها فحصدت حب الجماهير والعديد من الجوائز. سارية ياسين، الغد العربي، القاهرة.
يعني ادب نسوي وممكن يكون في موسيقى نسويه برضو. بس انا لفت نظري حاجه، انه صعب قوي يا جماعه انه حد يجمع ما بين التلحين والغناء ويبقى عازف للاكورديون ويبقى عنده قدره على قياده كل ده وتوفيره قدام حضراتكم في منتج فني واعلامي احيانا بيكون محترم. دي قدرات الحقيقه، قدرات، ولكن لازم تتميز. يعني طبعا لازم يكون عندها خط خاص بها له جمهوره له. هي برضه سنها صغير، يعني هي ممكن بتفتح زي ما بيقولوا الابواب. هو أندرغراوند أصلا الفرقة تحت الأرض. هكذا تكون نساء دائما مبدعات الحياة.